بالنسبه للتوقعات ديالنا ان شاء الله هو ان المنتخب ديالنا ان شاء الله يقدر يفوز بواحد 3-1. علاش لا؟ حيت المنتخب ديالنا راه عندنا فيه الثقه، عندنا حمد الله، عندنا زياش اللي تبارك الله لعابه متالقين. بغينا ان شاء الله حكيمي عاوتاني يكون واحد التركيز بينه وبين حمد الله مباشره، يعني يلعبوا ثنائيات، ما نمشيو نخليو حمد الله حتى الدقيقه 87 ونقولوا انه غيعطينا. راه من الاول خصنا نثيقوا بهذاك اللاعب والقدرات ديالو، راه لاعب عالمي وموهبه كرويه راه ضائعه. يعني بغينا ان شاء الله في هذا الكاس العالم يعطي حمد الله وزياش، ولما لا تكون واحد النتيجه ان شاء الله غادي يكون تكون مباراه جيده. واخا الخصم ديالنا يعني متفوقين وعندهم يعني بزاف ديال القدرات وعندهم لعابه، ولكن حنا راه الحمد لله ان شاء الله كنتمنوا اننا غادي نتفوقوا عليهم، كنتمنوا ان شاء الله. وعندنا بونو صافي، المهم ان شاء الله غادي نربحوا ان شاء الله بمشيئه الله. احنا عندنا واحد الاحساس ان المنتخب ديالنا ان شاء الله غادي يدوز، حيت هما كيديروا اللي عليهم والكمال على الله سبحانه وتعالى. والتوقعات ديالي هي المغرب غيفوز ان شاء الله بواحد 2-0. واخا تكون مباراه حماسيه، تكون فيها شويه ديال التشويق، وان شاء الله نربحوا. واخا بلجيكا خاصم اللي رائع، تيلعب كره اللي حديثه واعره، عندهم لاعبين رائعين كبلجيكا كهازارد دي برون وحارس كورتوا، عندهم لاعبين اللي ممتازين، ولكن ما نحضروش الامكانيات اللي عندنا حتى حنايا. عندنا امكانيات رائعه وان شاء الله لما لا نربحوا ان شاء الله بكثار من 2-1 ان شاء الله بحول الله. وهذه هادي واخا جا معطل، جا داك 3 شهور ما من خليل يوزيت مشى بحاله، جا وليد الركرادي واخا بصم على لاعب طاكسي تلعب واحد اللعب لي كرواتيا، حنا عجبنا لك اللعب، مفتخرين بولاد بلادنا لانهم نجحوا في واحد المهمه اللي كانت صعبه، لان كرواتيا راه كلشي تيعرفها اللي عندهم لاعبين رائعين. وان شاء الله نحاولوا نديروا شي حاجه في كاس العالم، ولما لا نوصلوا ابعد دور ان شاء الله، ومربوحه ان شاء الله المغرب. ان شاء الله غنربحوا ان شاء الله، عندي احساس غادي نربحوا، حيت حنايا عندنا لعابه زوينين، عندنا زعما عندهم مهارات كبيره. واخا بلجيكا عاوتاني عندهم حتى هما يعني عندهم لعابه هما زوينين على ديالنا، ولكن الاحساس ديالي تيقول لي غادي نربحوا ان شاء الله. الصراحه تطوروا بزاف من 2018 زعما لدابا، كتطور وكاين تغير، عندي احساس غادي نربحوا ان شاء الله. الصراحه وليد الركراكي داكشي كنت نقول التخطيط ديالو زوين تبارك الله، داكشي اللي شفنا كرواتيا اللي فرقه صعيبه بزاف وقدرنا نديرو معاهم التعادل، يعني من تما يبان لك بلي راه تبارك الله المغرب وصل لواحد المرحله اللي ولا من اللعابه الكبار اللي تيشرفوا العرب ويشرفوا ان شاء الله في 2022. تنتمناو ان شاء الله خويا بالمنتخب المغربي يكونوا رجال، لان تنعرفوا بلجيكا راه ماشي سهله، ولكن اخويا عندنا حنا تايقين في اللعابه اللي عندنا وتايقين في الامكانيات ديالهم، وبان بالرغم بان كاين الاصابات في عده مباريات، ولكن كنتمناو اخويا الرباح ان شاء الله والطروة بوان ان شاء الله. نلعب تكتيك هجومي ان شاء الله، ماشي بحال الماتش ديال كرواتيا اللي كان صعيب، كنا تنتمناو نشوفوا شي محاولات، ولكن بالرغم انهم صعاب علينا حاولنا ندافعوا مزيان. هذه المره هذه تنتمناو من المدرب يحفز اللعابه يعطيهم امكانيات الهجوميه اكثريه، ونتمناو الربح ان شاء الله. وان شاء الله غدا تكون واحد الهاتريك ديال حمد الله اللي 3-1 ان شاء الله. علاش لا؟ وحظ موفق وديما اسود الاطلس ان شاء الله يا غرب. 2-0 ان شاء الله ان شاء الله، شي 2-0 ولا 3-0 نجي لواحد 2-0 ان شاء الله بحول الله. 2-0 قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.